تمام. طيب ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ الخطاب اللي كان وصل يوم 26 كان بيقول الايميل بيقول ان الزمالك يقدر يرفع دعوه جديده امتى؟ بعد انتهاء ثلاث فترات قيد كامله وممتده. طب ده معناه ايه؟ اول ايقاف قيد حصل كان في يناير 2022، ادي اول فتره. الايقاف الثاني اللي هو الحالي اللي احنا فيه كان يوليو واغسطس اللي هي الصيفيه 2023. الفتره الثالثه اللي هي اغسطس 2023 هتخلص، يقدر الزمالك يشتكي من سبتمبر، بدايه الدعوه بتاعته عشان يطالب ثاني بفتح اجراءات جديده من سبتمبر 2023. يعني الزمالك ما يشتكيش بكره؟ لو اشتكى بكره هيترد عليه بالخطاب اللي اتبعته من 26، وهيقولوا له تشتكي بعد انتهاء ثلاث فترات كامله ومتتاليه. دي موجوده، انا الخطاب مع الاعداد اخر فقره تحت الفقره الثانيه مذكور فيها الصياغه دي. وامتى؟ ده الفيفا كمان مش هيفتح بناء على طلب الدائن اللي هو الزمالك بعد انتهاء ثلاث فترات كامله ومتتاليه. خلي بالك، انا رد الفيفا النهارده على اتحاد الكوره انا بعتبره فضيحه بجد والله. يعني ردي يضحك. ايه ردي يضحك؟ ردي يضحك يا جماعه. يعني انا مش فاهم والله بجد. يعني المفروض اتحاد الكوره عندهم ناس متخصصه في اللوائح وفي القوانين وعارفه الكلام دوت، ان انت تبعت للفيفا ويقول لك ما انا بعت لك، انت حضرتك عايز ايه؟ يعني انا سيادتك بعت لك، ارجع للجواب اللي انا بعته لك قبل كده. ده يعني بجد حاجه المفروض ما يتسكتش عليها، ان انا ابعت للفيفا خطاب ويقول لك بص على الخطاب اللي قبليه، ما ينفعش. ولا ايه رايك؟ حاجه تضحك، الخطاب اللي قبليه اللي كان معروض دلوقتي داخل المستطيل الاحمر في اخر الجزئيه مكتوب 6 أشهر بحد اقصى، بين قوسين 11 يناير 2023، يعني محدد لك اليوم اللي بينتهي في الايقاف. لما تبعت تساله تاني الايقاف ينتهي امتى؟ فبيقول لك ارجع للخطاب اللي قبل كده انا ذاكر لك فيه. ما هي دي القصه يا استاذ عامر. يعني معناه ان انت سوري يعني ما فهمتش الخطاب. ده انا بخففها يعني. انت ما فهمتش الخطاب اللي فات، انت بعت لي ليه؟ مش تقرا الخطاب وتفهمه وتعرفه وبعد كده تبعت لي؟ يعني مش عارف بجد والله، حاجه تدعو للدهشه يعني. الحاجات دي بنشوفها كتير ومكررة ومفيش أي استفادة من أي أخطاء سابقة، وبلاش الناس تبص لنا بصة إن إحنا مش فاهمين. طيب هل نادي قفش البرتغالي أعلن إفلاسه ولا لسه؟ هو في عملية الإعصار حالياً في محكمة برتغالية، وده مذكور في قرار المحكمة الرياضية. عينت حد متولي الحكاية بتاعة إعلان الإفلاس، ومحطوط في القايمه بتاعت الديون الخارجيه اللي هي زي مثلا محكمه رياضيه. أيوة. عشان النادي لو اتباع هيتباع بديونه. طيب ولسه حتى الان ما اتباعش. انا للامانه شديدا المستشار اشرف عبد العزيز كان معانا وقال لنا ان فتره انتهاء ايقاف كهرباء هتكون يوم 11/1. الكلام ده من بدري يعني. تمام. طيب الزمالك من حقه يشتكي لكن بعد ثلاث فترات قيد. تمام؟ تمام، بعد انتهاء القيد بتاع اغسطس القادم. اول ما نخش يعني لو القيد مثلا خلص 31 اغسطس يقدر يشتكي 1 سبتمبر. تمام. القيد خلص 30 اغسطس يشتكي 31 اغسطس. لكن ثاني يوم انتهاء الفترة التالتة. لكن فلوس الزمالك محفوظة في والفوائد بتاعتها. بالفوائد بتاعتها اللي هي لحين الدفع. مستمرة يعني، فوائد مستمرة كمان. مستمرة الحين الدفع. بس هي القصة مش كده، الفلوس لو متشالة بالدولار في بنك فأنت الفوائد 5% بتاع الزمالك، بس أنت بتاخد فايدة كام على الفلوس اللي متشالة في البنك بالدولار؟ يعني كده من المتوقع إن غرامة كهرباء توصل لكام؟ ده من المنظر من المنظر ده تخش ال 100 مليون؟ لا 100 مليون إيه؟ أمال إيه؟ كانت كاملة هو وقفل 2 مليون بالفوائد كانت 2 مليون 400. تمام. السنه المليون دولار عليها 50,000، ال 2 مليون عليهم 100,000.